بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشروع اليوم هو مقلمة حبيت أديرها للمكياج أو مقلمة للمدرسة للتلاميذ. عندي قطعة 28 سنتيمتر على 25 وقطعة أخرى صغيرة خمسة وعشرون على 23. سنخيط السحاب تكون خيطة هكذا، بعدها نقلب. نذهب مباشرة للخياطة. نخيط فوقها. نغلق الخياطة هنا ونضع هذه. نقص 3 سنتيمتر مربع، 3 سنتيمتر مربع ونقصه في كل الأجزاء. حددنا 3 سنتيمتر لكل مربع، قصصنا، خيطته هكذا. نخيط هكذا هكذا. نضيف هذه القطعة الداخلية نخيط. هناك من يكتفي بهكذا فقط. لكن أنا سأخيطها مثل البقية هكذا، يعني هذه التي أخذتها منذ قليل
أو هكذا. سأكمل خياطتها ونعود. أكملنا المقلمة، هذه كبيرة في الارتفاع، وهذه جاية منخفضة في الارتفاع، يعني نوع آخر، منخفضة وجاية عريضة، يعني مشروع جميل جدا لمن تريد أن تستثمر فيه، يعني دخول مدرسي عن قريب، يعني مقلمة مسكاي متينة، ما تسقامش بزاف، ما تستهلش المكونات، يعني ما تسحقش مكونات بزاف، السكاي والسحاب، يعني مشروع ما شاء الله. انتظرونا في مشروع آخر. نتمنى أن الفيديو قد أعجبكم والفكرة قد استفدتم منها. انتظرونا في مشروع آخر وفيديو آخر. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتشجيعنا لنواصل. انتظرونا في فيديو آخر كما قلت. إلى ذلك اليوم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.